مرة جديدة عم طلع عليكم أصدقائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج اسألوني عن يسوع. بصلي إنه يكون هالبرنامج عم بيجاوب على أسئلتكم اللي مخبية جوا بقلوبكم، ويمكن عم تتفاجئوا إنه في ضيف أنا بحبه عم يسأل نفس السؤال اللي بيسأله بحياتي وعم عاني منه. في نجم معروف أنا بحبه وبتابعه على التلفزيون، واكتشفت إنه عنده نفس السؤال اللي أنا عم بسأله. بصلي إنه نكون من خلال هالبرنامج عم نقدر نجاوبكم على هالأسئلة اللي موجودة جواتكم، مثل ما هي موجودة جواتي، مثل ما هي موجودة جوات كل إنسان. شو بيكون رد فعلك لما بيجيك هدية؟ تفرح؟ تتفاجأ؟ ترفضها؟ تقبلها؟ ما بعرف. أو شو بيكون شعورك مثلا لما بتكون الهدية أكبر بكتير مما بتتوقعي؟ تفتحي بتلاقي هدية أكبر بكتير ما بتتوقعي، كيف شو بيكون رد فعلك؟ شو بيكون شعورك لما بتكون الهدية مثلا من حدا في مشاكل بينك وبينه؟ تتفاجأ، أوف بعت الهدية إلي أنا؟ إنه شخص مختلف أنت وياه، في مشكل كتير كبير بينك وبينه، وفجأة توصل هدية لعندك من هذا الشخص نفسه. هذا هو الموضوع اللي رح نحكي فيه بحلقتنا اليوم. بس خلوني أبدأ الحلقة بترنيمة بتقول: لولا النعمة ما كنت أشوفك، لولا النعمة لكنت رح شوفك، ولا كان في أي تواصل بيني وبينك، ولا كان لي مكان في سماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. منساش أصلي كنت أنا عاصي، طول أيامي وكل معاصي ضربة طرية في كل كياني، من رجلي الهامت راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة، ما كنتش طايل. عشت في وهم سنين خدعتني، شهوة عيني في عالم زايد. لولا النعمة كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية. لما ناداني يسوع ودعاني، في الحال قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. نعمة تكفي طول الرحلة، من بدايتها لحد لقاك. ماشية معايا بكل عناية، لحد ما تيجي تاخدني معاك. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. ضيفتنا لليوم ضيفة أول شيء وأكثر شيء لفتني فيها هو عطشها للرب يسوع المسيح. يعني
ما كنت متوقع انه يكون عندها هالقد عطش للرب يسوع المسيح. طبعا لمست عطش عند كل الضيوف اللي اتقابلت انا وياهم، كلهم عندهم حب انهم يكونوا بعلاقه اعمق مع الرب يسوع المسيح. بس ضيفتنا اليوم شفت فيها عطش اكثر من جوا، شغف، باشن، شغف بده يكون عندها اقتراب أكثر من الرب يسوع المسيح. ضيفتنا اليوم هي الفنانة مايا نصري، منشوف هاللقاء معها ومنسمع سؤالها لبرنامجنا لحلقتنا ومنرجع منكمل نحن وياكم. بالغناء أو بالتمثيل، بالحالتين أنت أمام موهبة كبيرة. مايا نصري اللي عرفها الجمهور اللبناني نجمة بعالم الغناء، وعرفها الجمهور العربي بطلة بالسينما المصرية. مايا نصري وازنت بين العائلة والفن، وما خلت شغفها الفني الكبير يسرق منها لحظات عم تعيشهن مع مولودتها اللي مثل ما بتقول غيرت لحياتها. مايا نصري شو بتخبر عن الإيمان، عن الاتكال على الله ومحبته الكبيرة ونعمه عليها؟ يمكن أكثر شيء تقربت من ربنا لما أيقنت أنه هو فعلاً بيي. يعني دايماً نحن منصلي منقول أبانا الذي في السماوات، منقولها لأنه متعلمينا، بس في مطرح معين لما بتختبرها تعرف عن جد أنه هو بينا، هو الأب الحقيقي. بيك إذا طلبت منه شيء ما رح يبخل عليك، فكم بالحارة ربنا اللي هو أبانا العظيم الكبير. اختبرت معه أنه طلبت منه أشياء وما بخل علي، لأنه هو هيك أمين بوعوده، ولما سألته أسأله تعطوا فأعطاني. قريت بتمعن بكلام الرب بالإنجيل، تعلمت منه أنه الرب يحبني أنا شخصيا، ميزني أنا شخصيا، يعني أنا individu unité، مش أنا كجماعة، مش أنا كجماعة مؤمنين، أنا كمايا شخصيا بيحبني أنا وحدي، ميزني، بيعرفني، بيسمعني، بيعطيني لإلي أنا وحدي. هون حسيت أنه انتقلت من مجموعة لعلاقة بيني وبينه، بحكي مباشرة وبعرف أنه شخصيا مش حدا حواليه عم بيسمعني، لا هو شخصيا عم يسمعني. وقتها بيكون إيمانك أنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، بتعرف أنه هو عم يعطيك بدون ما تجتهد حتى، يعني أنت سلم أمرك، بتعرف أنه هيدا البي الحقيقي يلي هو لما بترمي همك قدامه كل الهموم بتنقلب بتصير لخيرك. حتى لو أنت اليوم حاسس بمأساة أو بألم، بتعرف أنه هيدا لخيرك، بتشكره عليه. حتى ما بخانقه، رح قلك ليش، لأن علاقتي فيه اختلفت شوي. عرفت أنه هو الرب الإله يلي مهما كنا عم نجرب أنه نكسر حدود بيننا وبينه، أنا بضلني بركع لما بدي أحكي معه، وبضلني بحط راسي على الأرض. يعني أوكي أنا بصلي بقول له يا رب أنه قلي شيء، بس كيف بعرف أنا أنه هيدا صوته؟ كيف بعرف أنه هيدا هو اللي عم بيرد علي؟ هيدا سؤال يعني كتير حيرني، ياريت حدا فيه يرد علي. أنا شخصياً بلاقي أنه الرب بيستاهل كل احترام وكل خضوع وكل تواضع. نطرنا بيبي ويسلينا كتير، قلنا له يا رب أنت وقتك أنت، يعني مثل ما الرب يسوع إجا في ملء الزمان بوقته، نحن كمان طلبنا من الرب أنه يا رب وقت يكون نحن مستعدين عطينا هيدا البيبي، وهي عطانا ولا مرة خزلنا. الرب أمين حلو كتير، بقى حاسة أنه كل شيء حلو جاي، كتير حلو كمان، مش حلو عادي، نو عسل. هلأ اليوم وقتها بنتي بتكون عم تضحك بقول لها بابا يسوع حديك، بحس أنه هي وقتها بتضحك هيك واحدة، بحس كأنه يسوع عم بيضحكها، بحس أنه هو موجود دايما معنا بالبيت، لأنه دايما بنمسك إيديا أنا وإيهاب ومنصلي مع بعضنا. وما فيني أنسى يوم ما تعرفت على إيهاب، خبرني أنه هيك إخراجياً حتى اللي إياها، إنه كيف يسوع هو هيدا الجيلاتين روج يلي من خلاله الرب الإله بيشوفنا، الله بيشوفنا من خلال دم يسوع، فبيشوفنا مقدسين وخالين من الخطيئة، لأنه الله مقدس ما بيشوف الخطأ وما بيشوف الوسخ اللي حولينا.
هل إيمان الإنسان أو إيماني أنا ممكن يخسرني ناس؟ إيه؟ أكيد بيخسرني ناس، وهيدا شي بفتخر فيه. ممكن أتخلى عن حلمي كرمال الرب، تعا نحطهم بالميزان. ما في شي ولا حتى بيعلى الميزان ولا حتى هيك بيتحرك وقت يكون الرب بالكفة التانية. ما حدا منا خالي من الخطية، ما حدا منا لا يخطئ، ومنحكي على بعضنا بالقفة يعني كل اللي بدك اياهم، بس منجرب والرب عطانا مجال انه اذا اخطأنا نرجع لعنده كمان. سؤالي لأيمن، الكتاب المقدس بيقول لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون. شو يعني بالنعمة؟ يعني أنا مش مطلوب مني أعمل أي مجهود، مش مطلوب مني أي عمل أنا أقوم فيه لحتى أحصل على محبة الله لإلي؟ سؤال رائع جدا، سؤال حلو كتير. أنا بقول لك نعم مايا، هيدي هي النعمة. مش لازم نعمل شيء لحتى نحصل على محبة الرب، مش لازم نعمل أي شيء. ولو كان لازم أعمل أي شيء حتى أحصل على هيدي النعمة ما بيعود اسمها نعمة. ما هي اسمها نعمة لأنه بيعطيني إياها وأنا ما بستحقها. بيقول بولس الرسول برسالته لأهل رومية، بيقول أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. يعني أنت إذا شخص عم يشتغل عندك، وقت اللي بتروح بتعطيه معاشه بتعطيه أجرته، أنت مش عم تعطيه نعمة، مش عم تتنعم عليه، هيدي منا نعمة. أنت عم تعطيه حقه، أنت مديون لإله بالشغل اللي اشتغله عندك، أنت صرت مديون لإله ولازم تعطيه. فعم بيقول الذي يعمل وبده ياخد، فهو عم كأنه عم بيحط على الله أنك أنت صرت مديون لإلي يا رب، أني أنا اشتغلت ولازم تعطيني. بس بيرجع بيقول وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. إيماني يحسب لإلي لأني أنا مصدق بيسوع المسيح وباللي عمله من أجله. نعم ببلاش، بفهم أنه صعب كتير علينا نقدر نستوعب شو يعني أني أنا هيك روح على السماء ببلاش بالنعمة بدون أي مقابل. طب معقول لك أن نتوقع أنه الله يصير مديون لإلي؟ كيف بدي أتوقع أنه الله يصير مديون لإلي؟ الله بده يعني أنا أشتغل لحتى بوقت من الأوقات أوصل أنا صار في إلي دين عندك يا رب فوتني على السماء؟ وين النعمة؟ إذا كملنا نفس الآية اللي قالتها مايا، قالت الآية بتقول لأنكم بالنعمة مخلصون، هذا اللي بيقوله الإنجيل، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون. إذا منكملها بتقول لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. مزبوط، ما في أبدا ولا أي عمل بيخليني يكون مستحق أني أخذ النعمة. يمكن هذا الموضوع أكثر المواضيع اللي عم كررها بكل البرامج اللي بعملها، بكل البرامج اللي بعملها على التلفزيون، بكل مرة بطلع بحكي، بكل مرة برنم، بقول أنت مش مطلوب منك شيء تعمله لحتى تروح على السماء لأنه يسوع عمل كل شيء. الشرط الوحيد للحصول على النعمة هو الإحساس بالحاجة لإلها بين هلالين العطش. إذا أنت عطشان للنعمة الشرط الوحيد هو أنك تعطش للنعمة. إذا أنت عطشان رح تاخدها. بيقول بسفر أشعياء، بيقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. تعوا الذي ليس له فضة تعالوا واشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ذهب، استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، أميلوا آذانكم وهلموا إلي. تعوا لعندي اسمعوا فتحيا أنفسكم. مش مطلوب منك شي غير تجي وتتلذذ بالدسم. مايا أنا بقلك نعم، خذ النعمة ببلاش وتمتعي فيها، اتلذذي فيها. قولي مع كاتب المزمور اللي قال ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي، قولي كأس الخلاص
أتناول وباسم الرب أدعو، ما فيني أعمل شيء. محبة الله لكل الناس بدون أي تمييز، مجانية ببلاش غير مشروطة. الله بحبنا بدون أي مقابل. مشان هيك بقلك ما في أغلى من أنك تكون بعلاقة معه. حبيت كتير التعبير اللي حطته مايا، أنه إذا بحط الله وعلاقتي معه، إذا بحط يسوع بكفة من الميزان وبحط كل العالم بالكفة التانية، ما في شيء بيعادل العلاقة معه. نعم ما في شيء بيعادل العلاقة معه، لأنه هو الوحيد اللي دفع ثمن خطيتي، هو الوحيد اللي حبني إلى المنتهى. يا عجبا، مخلصي قد مات من أجلي. الناس والقادة بينطروا الناس يروحوا من أجلهم، إلا القائد تبعنا، المعلم تبعنا، الرب تبعنا، أخذ جسد وإجا هو شخصيا، مات من أجلي على الصليب كإنسان وكالله الظاهر في الجسد، قام من بين الأموات وهو حي، أحبني إلى المنتهى. يا عجبا، مخلصي قد مات من أجلي. يا عجبا، مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الذكي فدا لخاطئ مثلي. يا عجبا، مخلصي قد مات من قد سمى مثلك في الحب، نزلت من أوج السماء ومدعى عن ذنبي. أحبني شيء يا ما دمت في الوجود وجل قصدي أن أراك،
وجهك يا واد. أحبني ربي، نعم أحبني، يسوع قال أحبني لتمتع عني، يسوع قال أحبني مش مطلوب مني أعمل شيء أبداً حتى أحصل على النعمة. يسوع حبني، يسوع حبك، ولكن مستحيل أقدر أخذ محبة الله وأقعد بلا ما أعمل شيء، ما فيني. مشان هيك الناس أوقات ما بيقدروا يستوعبوا كيف بدروا على السماء ببلاش، مش لازم أعمل شيء. يعني خلص واحد بيقول أنا رايح على السماء بالنعمة وبيعيش حياته مثل ما بده، ما بتقدر، صدقني ما بتقدر، ما بتقدر تحصل على نعمة الله ومحبته وبنفس الوقت تضلك تعيش بالخطية. ما بتقدر تشوف يسوع اللي بيحبك، اللي مات على الصليب من أجلك، وتضلك في عندك أشواق بقلبك إنك تعمل غلط. ما بقول إنه منصير كاملين وما منغلط، وهذا اللي قالته مايا بآخر الانترفيو معها، قالت إنه بصير أوقات منغلط، بس باب النعمة مفتوح بشكل مستمر إني أرجع لعنده أقول له يا رب سامحني أنا أخطأت، وأخطأت مش إنه أنا عم بستغل محبتك ساعة اللي بدي بروح بعمل الخطية وطمعان فيك إني جاي سامحني. لا، ما بتقدر، ما بقى تقدر بس تعيش وتفهم إنه يسوع بيحبك لهيدي الدرجة وإنه أنت إلك مكان في السماء ببلاش بدون أي مقابل. هيدا الشيء الوحيد اللي بيغير لي حياتي، هذا الشيء الوحيد اللي قلبني من إنسان لإنسان تاني، هذا الشيء الوحيد اللي بيقدر يقلبك من إنسان لإنسان تاني. كل محاولاتك، كل محاولاتك اللي عم تجربي فيها أنك ترضي الله، عم تصطدمي فيها وتلاقي حالك أنك مش قادرة، تعبتي. الشيء الوحيد اللي بيخليك تجربي وتمشي على طريق القداسة وتلاقي حالك قادرة هو أنك تقبلي هذه العطية المجانية ببلاش وتقول يا رب شكرا لك. لما تفهم، لما أفهم، لما نفهم إنه نحن مقبولين ومحبوبين، منصير بدنا نعيش يا رب قل لي شو بدك أعمل، شو اللي بيفرحك لحتى أعمله، شو اللي بيرضيك لحتى أعمله، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. مايا شكرا لك على السؤال الغني والحلو. هنيئا لك أنت وإيهاب علاقتكم مع الرب يسوع المسيح. أنا كمان مشتاق بوقت قريب جدا أنه نمضي وقت مع بعض نحكي أكثر ونتعلق أكثر نحن وياكم بالرب يسوع المسيح. أصدقائي بعطيكم موعد بالحلقة اللي جاي، الرب يكون معكم.